شهد مجلس الأمة هذا الأسبوع نشاطا برلمانيا، وذلك من خلال عقد اللجان البرلمانية اجتماعاتها العادية لبحث ومناقشة الملفات والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وتكليفات المجلس لها. التوافق الحكومي والنيابي حول خصخصة الأندية وتطوير الرياضة كان الأبرز من اجتماعات اللجان البرلمانية هذا الأسبوع. استمرت اللجان البرلمانية في عقد اجتماعاتها العادية ومناقشة الموضوعات والملفات المدرجة على جدول أعمالها وتكليفات المجلس لها خلال العطلة الصيفية. لجنة الشكاوى والعرائض بحثت في بعض الموضوعات المحالة إليها، فيما كان التوافق النيابي الحكومي حول خصخصة الأندية وتطوير الرياضة، بالإضافة إلى عقد اجتماع في 10 سبتمبر المقبل لمناقشة تعديل قانون الرياضة هو الأبرز هذا الأسبوع. ما تم الاتفاق عليه اليوم هو أن اللجنتين أو عفوا المكتب الفني عندنا في اللجنة والمستشارين القانونيين في الهيئة يقعدون مع بعض لعمل قانون متكامل، لأن الأخوان في الحكومة عندهم رؤية للتطوير الرياضي، هما حبذوا الرؤية اللي احنا تقدمنا فيها كانت دقيقة ومفهومها مختلف عن ما تم تقديمه. هم تقدموا في السابق بتقريبا 70 مادة، وهذا القانون الآن يحتوي على تقريبا 66 مادة، فتقريبا الفارق هناك 4 مواد احنا استبدلناها، فالإخوان يريدون ان يكونون يعني على اطلاع تام بما هي المواد اللي تم تغييرها. اعطينا موعد لتقديم مشروع الآن متكامل برؤية متكاملة ما بين اللجنة وما بين مستشارين أو المستشارين القانونيين في الهيئة العامة للرياضة ولدى الوزير، رؤية متكاملة. البنود الرئيسية متفق عليها من ناحية خصخصة والاستثمار الرياضي، هذا تم الاتفاق عليه ولله الحمد كمبدأ. 10 سبتمبر وهي أول يوم وهو يوم الأربعاء اللي بعد العيد، بعد عطلة العيد راح يكون عندنا اجتماع. هذا الاجتماع المفروض أنه يكون مسودة القانون خلال هذه الفترة مدروسة وخالصة في اتفاق مبدئي كامل، ونبلش نصوت عليها مادة مادة. وحول تكليفات مجلس الأمة لبعض اللجان، فقد وصلت لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء في عقد اجتماعاتها، كذلك عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعاتها لمناقشة بعض الموضوعات المحالة إليها من المجلس. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.